جلسة صراحة كانت جلسة قانونية مرت بهدوء، ما كايناش الصراعات. ملي تسلمت الرئاسة ديال الجلسة نادينا على المرشحات الثلاث اللي كاينين. فعلا تم عملية تصويت المرشحة الأولى اللي حصلت على 7 أصوات، المرشحة الثانية 2 أصوات، المرشح الثالث يوسف الحسيني حصل على 12 صوت. إذا كان من الضروري الانتقال للدور الثاني، لأن يعني ما كايناش أغلبية مطلقة. بدينا في العملية ديال الدور الثاني، المرشحة الثانية انسحبت، طلبت بأن غدا تنسحب وداك الشيء، وحنا جرينا العملية ديالنا بالتصويت بالإجماع على سي يوسف الحسيني اللي حصل على 14 صوت، ثم انتقلنا للمكتب اللي هما النواب الرئيس حتى هما حصلوا على 14 صوت، كاتب المجلس النواب الرئيس سي كريم القليبي، النائب الثاني سي عبد الفتاح مناضيل، النائبة الثالثة كلثوم هاشم، النائب الرابع عادل أكرير، كاتب المجلس عبد ربي، والنائبة من الناصري. يعني يوم مرت العملية بسلاسة وبدون فوضى، وتنشكروا من هذا المنبر اللي الصراحة الممثل العامل صاحب جلالة العمالة مقاطعة عيسى بن الحبيب عندي على سعة الصدر ديالو والعمل الجبار اللي قام به والنية الصادقة اللي كانت الآن ما بين الأعضاء والسلطة لخدمة الصالح العام وصالح منطقة عيد السبع وساكنة عيد السبع.